بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله جل وعلا يلقن رسوله صلى الله عليه وسلم الحجة ليوضح لمن ضل عن الهداية، ليوضح له طريق الحق ويبين له سبيل الحق، ويعلمهم أنهم يغالطون أنفسهم، أم يخالفوا الفطرة التي فطرهم الله عليها، لأنهم دعوا غير الله والتجأوا إلى غير الله، فظنوا أن الأصنام تجلب لهم الخير أو تدفع عنهم الضر. نسوا أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهكذا كل من التجأ إلى مخلوق باء بالخزي والذل في الدنيا وفي الآخرة في العذاب. كل من التجأ إلى مخلوق ونسي الله سبحانه، فممكن إنسان يحتاج إلى واسطة في الحياة، الواسطة بتستعملها بعد الالتجاء إلى الله، تلتجئ إلى الله أولا ثم تلتفت إلى الواسطة، تقول: اللهم بيدك الملك والملكوت، اللهم بفضلك وفق فلان لقضاء حاجتي. تطلب من الله، لا تلتجئ إلى الإنسان، فكل من التجأ إلى الإنسان ضل عقله وفشل في حياته وذل وخزي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر كل داعي من الدعاء أن يبلغ كلام الله جل وعلا، وأن يقول لكل مسلم ومسلمة: التجئوا إلى الله وحده، التجئوا إلى الله وحده، ولا تلتفتوا إلى الخلق، فإن الإنسان ضعيف، والضعيف لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والله بيده ملكوت كل شيء. فقل، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لكل من جهل الحق، احكي له لكل من جهل الحق ولكل من سلك غير طريق الحق، احكي له قل. هذا أمر من الله عز وجل لكل إنسان زين له الشيطان سوء عمله فرآه حسنا، احكي له. شو بده يقول له؟ قل يا محمد، قل أيها الداعي، أدعو الذين زعمتم من دوني، يلي عم يعتمدوا فيهم أن الأصنام هم الشركاء لله وهم الآلهة. منهم من يعتقد أن الأصنام هي تقربهم إلى الله زلفى، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يكونوا واسطة لنا إلى الله. ومنهم من كان يعتقد أن الأصنام هي الآلهة، هي الآلهة التي تملك الخير والشر والضر والنفع. فاحكي لهؤلاء وهؤلاء، قل: أدعوا الذين زعمتم من دونه. الدعاء واحد له حاجة بده يقضيها وهو ضعيف ما بيستطيع، فيدعو من بيده قدرة أو قوة ليقضي له حاجته أو ييسر له أمره. لذلك الإنسان لما كان ضعيف بده واحد قوي يساعده، ولما الله خلقك ضعيف قال لك: ناديني وادعي لي لأعطيك من قوتي وأعطيك من قدرتي، يكون عندك القوة لتنفيذ الأوامر. فالإنسان بنفسه عاجز. قل أدعوا الذين زعمتم من دونه،
من دون الله عز وجل زعم، وكلمة زعم بيناها أنها مطية الكذب. زعم بمعنى كذب، زعمتم الزعم لا أساس له في الحقيقة، في الواقع ما له أساس نور. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كل موضع في كتاب الله، كل موضع في كتاب الله ورد فيه زعم، كلمة زعم، فهو كذب. مثلا قال الله تعالى في سورة الكهف: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. زعمتم شو معناتها؟ كذبتم. الزعم إذا ورد معنا في القرآن بمعنى الكذب. هي في سورة الكهف: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. قالوا إنه ما في موعد للقاء ولا في موعد للحساب ولا في إنسان ما تنتهى، فهذا كذب الله بينه منهم. وقال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قالوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، إنه إنسان بعد ما فني، بعد ما صار تراب، شلون بده يرجع إنسان مرة تانية؟ قاسوا القدرة على قدرتهم هن، والإنسان قدرته ضعيفة، قدرة الإنسان ضعيفة لا يملك، فقاسوا قدرة الله على قدرتهم لن يبعثوا. شلون بعد ما فنينا، بعد ما صرنا تراب نحن وآبائنا، الله بده يحيينا مرة تانية؟ بده يحييك مرة تانية. وهذا من أركان الإيمان، المؤمن بده يؤمن أن الله سيبعثه بعد الموت ويحاسبه عن كل ما فعل. لو متت أنت لكن الدوسية تبعك موجودة عند الله، بكل أعمالك، بكل أقوالك، بكل أهدافك، حتى بنواياك اللي نويتها كلها مسطرة عند الله، فيبعثك ليجزيك على الإحسان إحسانا وعلى السوء عذابا. عملت ناقصة، واحد بده فركة إذن، واحد بده طيارة، واحد بده عصاية، واحد بده سجن، على حسب الذنب اللي عامله. عامل منيح تأخذ الأجرة وبتتكرم وبتتدلل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فزعموا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون يقول له كن فيكون. فمعناه المسلم لازم يؤمن بالدار الآخرة، يؤمن بالآخرة، وهذا أصل الإيمان. فاللي ما عنده إيمان بالآخرة، ما عنده إيمان بالبعث بعد الموت، فهذا يموت على غير دين الله. من الأصل للمؤمن أن يؤمن بأن هناك بعث بعد الموت، وبعد البعث في حشر، نحشر إلى مكان واحد، وبعد الحشر في حساب، نساق إلى الحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. فأما تقول أخي شلون الله بده يحيينا مرة تانية؟ ما حدا مات ورجع حكى لنا، هي الكلمة اللي الناس بيتخذوها، إنه ما حدا مات ورجع حكى لنا إنه الله بعث بعد الموت. الله ذكر لنا في القرآن أن الله بعث الأموات. سيدنا إبراهيم حتى يقطع الحجة على قومه
سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى مؤمن أنا، ولكن ليطمئن قلبي، يعني يطمئن قلب كل الأحد يلي حولي، يطمئنوا أنه في بعث. قال الحور جئت بعنا، فخذ 4 من الطير فصرهن إلي، الطعم خليط لحمهم عملهن صرار فصرهن إلي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء. بعد ما أطعنهم لحمهم بعظمهم كل دقهم سوا، عمل كتلة على جبل هون، كتلة على الجبل، كتلة على الجبل، كتلة على الجبل. قال ثم ادعوهن أيتها الطيور تعالوا، دجاجة وحمامة وعصفور وبطة، من 4 أنواع دقهم سوا دقهم. فطار اللحم إلى بعضه واجتمعوا بين يديه أحياء كما كان. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. كذلك نبي أرمياء لما دخل على قرية، يعرف القرية كانت عامرة، مدينة كانت عامرة، دخل عليها شافها كلها الكانت ما فيها على، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ شلون الله بده يحييها بعد موتها؟ القرية كلها ميتة. الله أنه حورجيك بحالك، أنت فيك راكب حمار حاطط عليه أكل، إذا كان تعرض للشوب بخم بينتزع. فأماته الله 100 عام، نيمه 100 سنة، ثم بعثه بعد 100 سنة. قال كم لبثت؟ قديش كانت النومة تبعها؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني كم ساعة؟ يا يوم أو 3/4 اليوم. قال بل لبثت 100 عام. 100 عام أنت متت؟ 100 عام معقول؟ 100 عام؟ قال له الدليل قدامك، بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. العصير والطعام ما تغير، مع أنه العصير بالشوب بينتزع والطعام بالشوب بينتزع، قلت الطعام ما صار له شيء والشراب ما صار له شيء. وانظر إلى حمارك يلي بيعيش 50 و60 سنة و70 سنة، وانظر إلى حمارك والحمار فنيان ما بيان إلا بعض آثار العظام. أن ننظر إلى الطعام، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، يعني ده حنجعلك آية ودليل تدل الخلق على قدرتنا وعظمتنا. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عظام الحمار، كيف ننشزها، شلون نركبها، ثم نكسوها لحما. أول ما بيبدأ حياة الإنسان عظام، بعدين بينكسى لحم. وهي كل الخلق ما عرفوها إلا من 100 سنة، من 100 سنة تحليل وكذا بيّن أن الإنسان يبدأ عظاما ثم يكسوه الله لحما. أول ما بتبدأ عظام فننظر إلى العظام، وأجل العظام جاء الحافر فوق منه عظمة الحافر الركبة، فوق منه العظمة الثانية، فوق منه الجسم، ثم بعدين بدأ اللحم وزب الحمار عم يشنهيه. وانظر إلى العظام كيف ننشيزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هي تنتين في القرآن، الثالثة في كتاب الله. الثالثة لما كان الملك دوقيانوس، كان هذا الملك دعا الناس إلى عبادته، جعل حاله إله ودعا الناس إلى عبادته، الناس مؤمنين، فمنهم
ما رد فحرقهم بالنار. من جملة هؤلاء 4 أو 6 شباب أو 7 شباب، ويقول أن 7 وثامنهم كلبهم، لأن الصحابي صار يقول أديش عددهم؟ 5، 6، 4، 3، فالله عز وجل ختم العدد، فسيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون 7 وثامنهم، هي وهو النهاية، يعني عدتهم 7، 6، والسابع الكلب، وثامنهم 7، والثامن الكلب. قل ربي أعلم بعدتهم. فهؤلاء اجتمعوا مع بعضهم شباب مؤمنين، شو عبادة ملك الله هو الواحد الأحد، ما بصير نعبد غير الله. قال إذا تمينا بالبلد بده يقتلنا أو يحرقنا. عملوا أخاديد، يعني حفروا خنادق وشعلوا فيها النار، كل واحد آمن بالنبي آمن بالله يرموه بالنار، بآمن بدوقيانوس بالملك خلوه. لذلك في موجودة في سورة البروج، هل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، الأخدود الخندق، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، شعلوا النار بالخنادق، واللي ما آمن بالإله يرموها. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. فحاصل هؤلاء الشباب هربوا برات البلد، في كلب الراعي لحقهم، دخيلكم خذوني معكم بحرسكم. الكلب إذا عوى بينبه الناس، جاء ما جاء، قال لهم دخيلكم خذوني معكم ولن تسمعوا لي صوتا، بحرسكم، أنتم من عباد الله الصالحين، أنا ما بحسن بقعد في بلد فيها كفر. فالكلب مؤمن، فأخذوا معه. لذلك في بالجنة كلاب، يوجد في الجنة كلب هؤلاء فتية الكهف وحمار وزير، هذول بنوجدوا بالجنة لأنه جالسوا الصالحين. فقال لهم خذوني معكم فلا أستطيع أن أعيش في بلدة فيها كفر، أنا أحب الصالحين خذوني معكم. فلما جالس الصالحين حشر معهم في الجنة، هنيئا لها اللي بيحب الصالحين. فالحاصل نبينا عليه الصلاة والسلام، الله نزل القصة مشان تعرفوا شو القصة، نزل القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود قالوا هو النبي مبعوث في آخر الزمان ولا غيره؟ قريش عم يشتبهوا بين بعضهم، هو النبي ولا غيره؟ قالوا اسألوا اليهود فإنهم أهل كتاب. يهود أهل كتاب، جايين النبي نازل عليهم كتاب، فهم أعرف. راحوا سألوا اليهود محمد هو النبي آخر الزمان ولا لا؟ فاليهود قالوا لهم لا، ما هو النبي. وسألوه عن 3 أسئلة، إذا أجاب عن 2 وسكت عن 3 يكون نبي، وإذا أجاب عن 3 أو سكت عن 3 ما بيكون نبي. شو الأسئلة؟ قال أول واحد سألوه عن شباب كانوا في غابر الزمن من قديم، تركوا بلادهم وراحوا ناموا بمغارة فرارا بدينهم. هذول شباب، مين هالشباب؟ واسألوه عن رجل ملك المشرق والمغرب، رجل ملك المشرق والمغرب، 2. والثالث سألوه عن الروح. فأجوا قريش إلى
مكة والنبي فيها، فقالوا يا محمد إنا نسألك عن ثلاث، إن أجبتنا آمنا بك، وإذا ما أجبت أنت مالك نبي. فقال النبي لهم سل. قالوا أخبرنا عن فتية فارقوا بلادهم فرارا بدينهم، فتية هربوا من بلدهم فرارا بدينهم، وأخبرنا عن رجل ملك المشرق والمغرب، وأخبرنا عن الروح. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي بسورة الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، يعني مكناهم لما وقفوا قدام الملك، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا قدام الملك فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فقال الملك أمهلوهم يومين فإن لم يتغيروا فاحرقوهم. بها اليومين هربوا، طلعوا على المغارة قعدوا يتحدثوا، فألقى الله عليهم النوم، ناموا بالمغارة. قديش النوم يتمين؟ 300 سنة، 300. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فالشباب اللي نايمين، مات الملك وتغيرت المملكة وتغير الناس، اجا ملك مؤمن دعا الناس الى الايمان بالبعث بعد الموت. فالناس ما كانت تصدق انه بعد ما منفنا بدنا نرجع، منين جايبها هي؟ انه كان قبل منه اموات كلياتهم كانوا على كفر. فلما اجا هذا المؤمن دعاهم للايمان باليوم الاخر، ما امنوا. فكان يقوم هذا الملك فيصلي ويقول اللهم اجعل لي آية تعرف الناس أنه في بعث بعد الموت، اللهم اجعل لي آية تعرف الناس بأن البعث حق. فأحيى الله هؤلاء الشباب، قاعدين مع بعضهم كم لبشتوا؟ قالوا يوما أو بعض يوم، جوعانين. فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه، الوريق الفضة، فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف، ما حدا يشوفه ولا يشعرن بكم أحدا، لا تخلوا حدا يطلع عليكم. بعثوا واحد أخذ المال المصاري يلي مطبوع عليها دوقيانوس، مطبوع عليها اسم الملك، فلينظر أيها أزكى طعاما. أولاد أغنياء معودين على الأكل الطيب، أطيب أكل خلي يجيب لنا. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا برزق منه وليتلطف. وليتلطف الكلمة هي بكل زمان لازم نستعملها، إذا كان في عنف كان في شدة، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لا تخلي حدا يعرف شو ميولك شو أهدافك. راح هذاك نزل على البلد لعند الفران بده يشتري خبز، فران أخذ العملة، صلى 300 سنة، 300 سنة، قال له تفضل لعندي لجوه، تفضل فوت. فات لجوه قال له طالع على وشك كنز، انت في كنز طالع علي، يا بنص انا وياه يا مسكت للدولة. لا يا اخي والله ما في كنز، والله ما
كذا هي عملة من 300 سنة، معناتها أنت في طميري وأنت طالع معه بالنص، بده يهرب مسكر سكر الباب بخليه يطلع. طاجت الشرطة وين المال؟ يعني يا جماعة والله ما في مال، نحن شباب جوعانين بدنا ناكل، بس شاف البلد كله مغير، شو الناس غير ناس والشباب غير ناس، لك شو في بالبلد؟ قالوا لي دقيانوس صار له 300 سنة ميت، 309 سنين صار له ميت، 300 سنة ما انت في طالع معك كنز. أخذوه إلى الملك، الملك هدأ من روعه، يا ابني لا تخاف، هي العملة منين؟ قال له نحن شباب هربنا من الملك دقيانوس كأنه بده ايانا نعبده له، نحن نعبد الله، هربنا وطلعنا على المغارة نايمين. قال له لرفقاتك بالمغارة؟ قال له ايه؟ قال له لأن نحن بناخذ لهم الأكل، دلنا جيبوا أكل، جيبوا خبز، امشي قدامنا دلنا. طبلت البلد فيها وزمرت انه شباب 300 سنة نايمين قعدوا بعد 300 سنة، انه الله احياهم بعد 300 سنة، هذا اثبات على البعث بعد الموت. طلع الملك والحاشم معه، طلعوا قال لهم خليني اسبقكم شوي، هاي الغار خليني اسبقكم شوي ما يرتعبوا، نبهون اطلع اطلع بينهم بين الغار 10 متر، سبقهم على الغار، فات على المغارة، تأخرت والله تعبان، سطح سطحوا معه ناموا. طلع الملك والحاشم وشافوا سبعة نايمين والكلب على الباب، كمان الكلب مثلهم قاعد كمان. فانتشرت بالبلد أن الله أحياهم بعد 300 سنة، معناها اللي بيحيون بعد 300 بيحيون بعد 3000، فالحياة بيد الله عز وجل. فآمن الشعب بالبعث بعد الموت، كان بدعاء الملك الصالح، آمن بالبعث بعد الموت، وكان الإيمان انتشر. وهؤلاء قال سدوا عليهم، قال لا اتخذوا عليهم مسجدا، سووا مسجد خلي الناس تطلع لعندهم بتزورهم وتعتقد بذلك، مشان الإيمان بعد الموت. لا إله إلا الله. فهون كل المعنى أن البعث بعد الموت حق، نؤمن به إيمانا يقينيا، ما ظنيا، إيمانا يقينيا، أن الموت بعد الحق، بعد أن البعث بعد الموت حق. أنا اللي حجيب لكم مثالا، لا أنتم، مين منكم مبارح مات؟ كلكم بدون مبارح، الله بعثكم، الله بعثكم، يلي عم يبعثك كل اللي عم تموت والله عم يبعثك، ما قادر يبعثك بعد الموت، هذا كل يوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فاللي عم توفاك الله، فكل ليلة عم تموت مين عم يرد لك روحك؟ الله. فممكن يخلي الروح عنده ما يرد لك اياها، فبيقولوا ما. لذلك زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وخاطب الله قريش، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فإذا نؤمن بفضل الله وبتوفيقه، نؤمن بالبعث بعد الموت. والبعث مشان ايش؟ يعني اذا الله عز وجل بده يبعثك مشان ايش البعث؟ البعث
ليكون بعد البعث الحساب، تدخل إلى المحكمة الإلهية فتحاسب على ما عملت وعلى ما تكلمت وعلى ما نظرت. النظرة والكلمة والنية كل ذلك تحاسب عليه بين يدي الله. فالحساب إذن دقيق، وكل واحد منا الملائكة بكتبوا كل أعماله بيعلقوله إياها برقبته. ورد في بعض الأحاديث أن الرجل إذا نزل إلى القبر أتاه منكر ونكير، سألوا، بعد ما بيسألوا بيقولوا له اكتب ما عملت في الحياة، ما في ورقة وقلم، بيقطعوا له قطعة من كفنه بيقولوا له أما القلم فأصبعك وأما المداد فرئتك، اكتب. فيكتب ما عمل من يوم أن بلغ إلى يوم أن مات. فالملائكة بتطويها تعلق برقبته. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عمله يعني في عنقه، ثم نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت حاسب حالك. هلا في حياتنا، هلا في الفيديو، عم يجيبوا الفيديو، ما الفيديو، الجوال عم يصورك، إذا صورته هو عم يضرب واحد أو هو عم يقتل واحد. عرضنا هالصورة على الشاشة، قالوا هذا مين، اقرأ كتابك، هذا مين، وأنا شلون عم تقتل مين. فبكرة أعمالك كلها بدها تنعرض قدامك على الشاشة، هذا مين، أنا شلون عملت هيك، كيف قلت كذا، كيف عملت كذا، كله قدامك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك المجرم شو بيقول، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كلها مسجلة، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فإذا جبنا واحد من السجن آت القتيل، المحكمة شو بتحكم عليه؟ تقول شو بتستاهل؟ أنت قتلت عن عمد، عن إصرار وعمد، شو بتستاهل؟ بيقول لهم تساووني رئيس وزارة؟ هيك بيقول لهم؟ شو بيستاهل؟ بيقول لهم بيستاهل القتل، لكن أرجو من المحكمة الرحمة، أرجو من المحكمة الرحمة. ما بيحكم على نفسه أنه كله مكانة أو منزلة، لأنه مجرم. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، كله سجل قدامك، ولا يظلم ربك أحدا. لذلك قدامنا موقف بين إيدين الله، كل ما عملت، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل عمل مسجلينه عليك، وملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة بيكتبوا كلامك، وملائكة بيسجلوا أعمالك، شو عملت، لاحظ هالعمل اللي عملته بده ينعرض بين إيدين الله. فالله يقول لك عبدي كيف فعلت هذا، ألست ألم تعلم أني كنت رقيب عليك، إن الله على كل شيء شهيد. الله يشهده، لما رفعت كنار البرداية وطلعت من كنار البرداية على نسوان الجيران، ما كنت عارفان أنه الله عم يشوفها، رقيب عليك. لما بالطريق مرت بنت الجار بدها تطلع المدرسة، فتحت الباب ولحقتها، هذا العمل كنت مراقب أنه الله شايفة، الله شهيد على العمل،
والملائكة أخذوا لك الصورة، أخذوا لك الصورة بدها تعرض بين يدي الله، فكل واحد منكم له دوسية عند الله، الملائكة تبدأ كافة الدوسية كلها بين إيدين الله، فلا تخفى على الله منك خافية. فإذا البعث بعد الموت لمصلحة الإنسان، مظلوم، جارك ظلمك، في واحد ظلمك، واحد تعدى عليك، واحد أكل مالك، كل واحد بده يجي إلك عنده حسنة، ما بيدخل الجنة لو كان من أهل الجنة، لا يدخل الجنة حتى تأخذ منه حقه. مثال يوم القيامة، رجل أذن له بدخول الجنة، فيأتي عبد فيقول يا رب إن لي عليه حق، ويبدأ يفوته على الجنة، وما حقك؟ يقول له يا ربي شتمني وسبني، فيقول الله تعالى خذ مقابل شتمك من حسناته. قديش شتيمة تأخذ؟ 100 حسنة، 200 حسنة. بيجي الثاني بيقول له يا ربي أنا لي عنده دين مني ما رجع لي الدين، بخذ من حسناته، أخذ من حسناته 1000 حسنة، راحوا 1200 حسنة. إجا الثالث روح كمان 1000، ما بقى معه حسنات. إجا الرابع قال يا ربي إلي علي حق، خذ من حسناته، ما بقى في حسنات. يقول احط علي سيئاتك، فسيئاته النقائص حط عليه، هذا ما بقى عنده سيئات فات على الجنة، وذاك حمل سيئاته وسيئاتك دخل على النار. فبكرة على مساقيل الزر، الحساب بكرة بين إيدين الله على مساقيل الزر. لذلك من سبيت واحد اعتذر له، له حق عندك اعتذر منه. لا يدخل رجل من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عليه له عليه حق، حتى اللطمة ضربه هيك على خده، اللطمة هي ما بيدخل الجنة حتى يعطيه لأهل من أهل النار بيعطيه من حسناته. لا يدخل رجل من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار له حق حتى يأخذه منه، ولا يدخل رجل من أهل النار إلى النار ولأحد من أهل الجنة له عليه حق إلا يأخذه منه قبل دخول النار. فحسنات هنيك الحسنات والسيئات، لا في لرسولي ولا في بناني ولا في دولار ولا في ين ولا في يورو، إنما هي الحسنات والسيئات. فاتقوا الله إذن في أنفسكم يا أبو. فهالآية هي أي الآية مشان نحن نعرف، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يلي عم تروح لعنده مشان خاطر بخيلك، لا ضيعني، نحن وثقنا فيك، أنت ثقتنا، أنت لهذا لا يملك شيئا لا من الضر ولا من النفع، ولا يستطيع يدفع شيء عنك. فالملك معنات الاستطاعة ومعنات القدرة، هذا الملك عنده استطاعة يدفع مال، عنده استطاعة يصرف الأذى، ملك وعنده قدرة يجيب سيارة، يركبك سيارة، طيارة، في عنده قدرة. أما الأصنام ليس لها ملك، لا تملك شيئا ولا تملك كشف الضر ولا جلب النفع. فبيجي الواحد بيطلب من إنسان دفع الضر أو دفع الشدة، بيجي للطبيب، هي يلي ببلد بيصير معنا، بيجي للطبيب دخيلك يا دكتور، دخيلك يا دكتور، إيدي بظنارك يا دكتور، ما نمت الليل، وجع بطني، وجع ظهري، دخيلك يا دكتور. دكتور بيعطيه الدواء، بيعطيه إبر، بيعطيه شراب، بيعطيه حب، ما الدكتور اللي بده يطيبك،
ولا الدواء اللي بده يطيبك. الشفاء بيد الله، لا الطبيب ولا الدواء، الشفاء بيد الله. اطلب من الله وروح لعند الطبيب. اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، اللهم إني ضعيف أسألك العفو والعافية. اطلب من الله وروح لعند الدكتور. أما بيروح لعند الدكتور دخيلك دكتور، دكتور ما بيطلب منه شيء، دكتور ضعيف، دكتور بيضعف مثل حكايتك، بيمرض مثل حكايتك، بيستعمل دواء مثل حكايتك. فطلب من الله ثم روح لعند الطبيب، لا تدور الغير. أنت انوي بنفسك أن تستقيم على دين الله، انوي بنفسك أن تتوب إلى الله، وانوي بنفسك أن تدعو الله، تسأل الله عز وجل، الله بيغيرها عليك. الله قادر أنه ينقذ واحد من بين مجموعة؟ نعم. لما الله بده يغرق قوم نوح، نجى نوح والذين آمنوا معه. الله بده يهلك قوم عاد، قوم سيدنا هود. الله بده يهلك عاد، نجى نوح هود من بيناتهم. سيدنا لوط الله أذن بهلاك القرى كلها، 7 قرى الله أذن بهلاكها. بعث الملك لسيدنا لوط قال له فأسر بأهلك بقطع من الليل، من أول الليل امشي، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم. مرتك بدها تهلك مثل ما قومها بدهم يهلكوا، لأنه جسدها معك وقلبها مع قومها. حبذ فعل قومها النائس المنحط وتركت نبي الله سيدنا لوط، قال له اتركها بدها تهلك معهم. فطلع هو وبناته التنتين من أول ليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. في قول الله تعالى إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ كلها عبارة عن نص ساعة أو ربع ساعة بيقدر الصبح. يعني أنت اطلع حتى ما تسمع هلاكهم. وأتى جبريل قبل الفجر فاقتلع القرى 7، اقتلعها ورفعها إلى السماء حتى سمعوا أصوات ديكة العرش، ثم قلبها بهم قلبة واحدة، فنزلت الهوية على الأرض، فكان محل هذه القرى بحيرة البحر الميت. البحر الميت طلع محل القرى 7 يلي كان قوم لوط فيهم. يا سبحان الله. فإذا كان لا يملكون كشف الضر عنكم، ما في ولا أحد. لا إله إلا الله. الإنسان ضعيف يا أبي، له العقل بيفكر فكر إنه بعقله بده يحرك الدنيا، تجي لعقله شريان صغير بعقله بيختل، ما بقى فيه لا عقل ولا وعي ولا جن. كان ابن ساعة كان فقد عقله، شريان طوله 3 ميلي أو 4 ميلي، أقل من نص سنتي هالقد طوله، بيهتز، فقد العقل وفقد الوعي، فقد الإدراك، ما عاد يعرف أمه من أبوه من أخته من أخوه، ما عاد يعرف. فضعيف الإنسان. نعطي الدم إذا أجت على الدماغ جلطة في الدماغ بيصب ميت، اجت على القلب صايبت معه جلطة، زلح حاله ميل القلب أو غير الشريان مشي حاله، وإلا على المقبرة. فالإنسان ضعيف، يعني لا تغتر بقوتك ولا تغتر بصحتك ولا تغتر بحالك. فالإنسان لا يملك شيئا، إنما هو ضعيف، والضعيف لا بيحسن يصرف البلاء ولا بيحسن يصرف الضر،
نسأل الله بفضله وكرمه أن يكشف البلاء عن أمة سيدنا محمد. اللهم اكشف البلاء والغلاء عن أمة سيدنا محمد أجمعين. فالإنسان ما بيعرف الله إلا في ساعة الضر، مثل ما بيقولوا ما بيعرف الله إلا تحت الفرش. بيع الخس وين كان يبيع الخس؟ بالفرش، يحط له 70-80 خسة ويحمل فرش. الله الدائم، الله الدائم، ينادي الله الدائم، يعني حامل خس. إمتى عرف الله؟ لما حس بتقل الفرش، لما حس بتقل الله الدائم. لما ينزل الفرش ما في الله الدائم. فالإنسان عند الضرورة بيتعرف على الله، لكن إذا الله كشف الضر عنه بيرجع إلى ما كان عليه، كما قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك الشوك الشكتورة أو الباخر، وجرينا بهم بريح طيبة. هذه البحر هذه والريح نسمة لطيفة، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. زوابع البحر بيقوم وبيعقب، الموجة بترتفع بعض أوقات 20 متر موجة البحر. وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم رح يهلكوا كلهم دخيلكم، دعوا الله مخلصين له الدين، ما في غير الله، أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، نشكرك إذا نجيتنا. طيب، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. كل واحد تدعو، دخيلك للقبطان، دخيلك للقبطان، القبطان رح يغرق معك لأنه ما بيملك شيء. بركة فرعون مشهودة معروفة، لما نزل فرعون وطلع سيدنا موسى شو نزل البحر فتلاطم، لا تزال الملاطمة هلا موجودة في البحر. لذلك بيخافوا القبطانيين لما بيروحوا لهنيك، بيخافوا بتجنبوها قد ما تجنبوها، الموجة بتطلع حول 20 متر لجلال الله. فلا تطلبوا غير الله، يعني إذا وقعتم في ضيق، وقعتم في شدة، سلوا الله وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. الله أقرب إليك من أمك وأبوك، أقرب إليك من حياتك. اطلب من الله، اسأل الله، استغيث بالله، فالله عز وجل يكشف الضر. أما غير الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، ولا بيحسن يحولوا الضرر عنك لغيره، ما بيستطيع الإنسان. إذا أجته شوية بردية بيحسن يصرفها عنه لغيره؟ لو كان أخذ دكتوراه بالاقتصاد أو دكتوراه أخذها بالشريعة، بيحسن يصرف عنه هالبردية؟ ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة، ما بيحسن يحولوها لغيركم. فلا تحويل المرض إلى الصحة، ولا تحويل الفقر إلى الغنى، ولا تحويل القحط إلى المطر والجدب. فلا يملك تحويل الحال من العسر لليسر، ما بيحسن يحول. فمعناته الإنسان عاجز. مين فيكم بيعترف بعجزه بين إيدين الله؟ كلنا. في حدا عنده قدرة داب الله؟ كلنا بنعترف بعجزنا بين يدي الله تعالى. لذلك إذا أصابك مصيبة أو أصابك بلاء، التجئ إلى الله، من بيده ملكوت كل شيء، والله القادر على أن يصرف عن الإنسان كل بلاء. أما تلتجئ إلى إنسان دخيلك
ايدي بزنارك توكلنا على الله وعليك، هذا كفر يا أبو. لا يلتجئ الا الى الله. لو الى قضيه بالمحكمه ورحت لعند المحامي، قبل المحامي: اللهم بيدك ملكوت كل شيء، اسالك خير هذا العمل واسالك ان تدفع عني شره. روح للمحامي: الموضوع كذا كذا. الا باذن الله بيمشي حاله. اما المحامي اذا الله سكرها بوشه، شو بيطلع بايده يعمل؟ والله ما بيعمل شيء ولا بيطلع بايده. الامر السهل ما بيطلع بايده يساوي شيء. فخلي ثقتكم بالله. المؤمن يا ابني ما في اجمل من المؤمن الذاكر لله. ذاكر دائما مع الله، دائما يشعر ان الله معه. شعور انه الله معه دائما بتشعر بعزتك بكرامتك بقوتك. اما لما بتنسى الله، نسوا الله فنسيهم. بالاخره بينساه في جهنم، وفي الدنيا نسيانه بقع في بلاءه في مصيبته، الله نسيانه. فكونوا يعني مع الله عز وجل، فدائما اجعل ثقتك بالله. ويكفي المؤمن يا إخواني، الله يفهمنا القرآن، يكفي المؤمن آية من كلام الله. الله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا. هي لحالة بتكفي. الله ولي الذين آمنوا. إذا الله بيتولى شؤونك وإذا الله بيتولى حياتك، تفتقر في الحياة، بتزل، بتهين، الله يتولى. وإذا الله تولى المؤمن يعطي كرامة الدنيا وكرامة الآخرة. الله صير مؤمن خذ هالوكالة. الله ولي الذين آمنوا يتولاك. شو معنى يتولاك؟ تولاك بعنايته، تولاك برعايته، تولاك بحنانه بعطفه برحمته. وإذا الله تولاك، مين بيحسن يضرك؟ مين بيحسن يوقع فيك بلاء أو أذى؟ الله ولي الذين آمنوا. الله مولانا ولا مولى ولا مولى لهم. لما بغزوة أحد انهزموا المسلمين بعد النصر، اجى أبو سفيان وقف المسلمين قاعدين بالجبل، وقف قال: لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، للمسلمين. صحابة واقفين، النبي التفت لسيدنا عمر قال له: ما تردوا عليه؟ ردوا عليه. شو بدنا نحكي يا رسول الله؟ قال: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. قال له: انتصرنا نحن عليكم وقتلنا فيكم، ردوا عليه. يا رسول الله شو بدنا نحكي؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. رجع خايب، رجعوا خايبين. لذلك الله، كن مع الله يكن الله معك. ويكفيكم قول الله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. فإذا الله بيتولاهم، هذا شك في القرآن نازل. مين الصالح؟ ما اللي بيصلي كثير، يلي بيلتجئ إلى الله كثير هذا الصالح. صلح حاله مع الله، يلي بيصلح حاله مع الله، الله بيصلح له أحواله في الدنيا والآخرة. طيب، فهون هنا معنى الدعاء بار. رح أسمعكم كم حديث عن الدعاء نختم الدرس. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لا تقوم حتى تدعي، خاصة بعد الفرض. الدعاء بعد الفريضة لا يرد، هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء بعد الفريضة لا يرد.
فبيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما شوف إلا ضبط فز. لكن يا ابني وين فزيت؟ كنت مع الله، والله فاتح أبواب، أبواب الكرم والعطاء. قول يا الله، ما محتاج لله. ما بيعرف الله إلا أنت تحت الفرش. أما المؤمن لا، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب إذا ما دعا؟ قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني ذليلين، معناته من أهل النار اللي عم يدعي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الله سمى الدعاء عبادة، يعني بيستكبر ما بيدعي، سيدخلون جهنم داخرين، يعني ما عم يدعي، عرفان أنه الله مهدده بالقرآن. هاي الآية القرآنية إذا كان ترجعوا تقرأوها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله العفو والعافية. وفي حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الأحاديث رويها الترمذي رضي الله عنه وأرضاه: سلوا الله من فضله، سلوا الله من فضله، فإن الله عز وجل يحب أن يسأل. الله يحب أن تسأل. وأفضل العبادة انتظار الفرج. أفضل العبادة ندعي ننتظر الفرج. أفضل العبادة انتظار الفرج. شو معنى انتظار الفرج؟ يعني لا تستعجل بالدعاء، لا تستعجل يا أخي، دعينا دعينا الله ما عم يستجيب. عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. متى ما قلت الكلمة وقفت عنك إجابة الدعاء. أفضل العبادة انتظار الفرج، ننتظر والله عز وجل بيفرج بفضله وكرمه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه. أنت بدك تدعي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء في السجود، لما بتحط راسك على الأرض: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم اللهم اللهم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء في السجود، يطول الواحد السجود ويدعي، لا يبخل على حاله. أنت في حاجة وأنت في ضرورة وأنت في ألم، ألم هذا عنده أولاد وهذا عنده نساء وما عم يلاقي، ادعي واطلب. وأقرب، هذا رواه الإمام مسلم، وأقرب ما يكون الرب من العبد. الله أنت بيكون قريب منك؟ أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر قبل الفجر ساعة ساعة ونص. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. بالساعة عم تذكر الله، يا الله الدعاء ذكر، الدعاء ذكر، الصلاة ذكر، التسبيح ذكر. فهالساعة اسأل الله عز وجل
والله يحقق لك ما تريد. بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم حط الطمأنينة في قلوبنا، طمأنينة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. أنت تمد إيديك تدعي، الله يرد لك إياهم فاضيين، الله ما بيعملها. إن الله يستحي من عبده، إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. الله ما بيرجع لك إيديك صفر، بيعبي لك إياهم. لذلك الدعاء إذا دعوتم، النبي قال: إذا دعوت الله فارفع يديك تجاه وجهه، فإذا أنهيت الدعاء فامسح بهما وجهك. مسح الوجه الخدي، أما إياكم والعينين، ما حدا يمسح عيونه خشية ما يذهب البصر. صلى الله عليك يا رسول الله. في زمن سيدنا داود، اسمعوا هاي القصة واكتبوها، في زمن سيدنا داود صار في قحط، قحط ما عادت نزلت المطر، الأرض صارت مثل الصخوة. فبدنا نصلي صلاة الاستسقاء، اختاروا ثلاثة من العلماء، طالعوا هالعلماء معهم حتى يستسقوا. قدموا أول واحد: دعينا أنت. فرفع إيدي قال: اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعفو عمن ظلمنا. بالتوراة إنسان يعفو عمن ظلمه. قال: فإنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا. إذا بدك أنا نحن نعفي عن الظلمة، أنت اعفي عنا. اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعفو عمن ظلمنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا. قام الثاني قال: اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعتق رقاءنا. في التوراة عتق العبيد. اللهم إنا أرقاؤك فاعتقنا. شو دعاء صغير. فز التالي قال: اللهم إنك أنزلت في توراتك أن لا نرد المساكين إذا وقفوا ببابنا. اللهم إنا مساكينك وقفنا ببابك فلا ترد دعاءنا. قال: فما تحركت أقدامهم حتى أنزل الله الأمطار. المراد الدعاء لمين؟ لمين ندعي؟ ندعو الله عز وجل. وإياك أن تطلب من إنسان. قال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة. الفاقة فقط. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس. لعندها عندها دخيلكم، دبرونا، انظرونا نحن واقفين على الباب تبعكم. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. الله بيحنن عليه الفدا. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله. يا رب أنت العليم بنا، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. والحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله. إذا ما فزيت سألت شوفي، من لم يسأل الله يغضب عليه.
من لم يسأل الله يغضب عليه. يلي انتشر بين الناس أكثر من انتشر دعاء غير الله، هذا بيروح لعند فلان وهذا بيروح لعند فلان وهذا دبرنا وهذا لا تنسانا وهذا أصدتك وأنا داخل عليك وهذا بيقول لهم إيدي بظن نارك، ناس مع بعض البعض. هذا اللي ساء بيننا خاصة في قضاء الحاجات في تفريج الكروبات، هذا بيروح لعند عمه هذا بيروح لعند خاله هذا بيروح، وكم عم أتاك الغم منه وكم خال من الخيرات خالي. ممكن ما بتلاقي لا عند عمك ولا عند خالك، تجئ إلى الله عز وجل. فإذا التجأت إلى الله من كانت له حاجة فليبدأ بالله ثم يذهب إلى الناس لمن أراد، فإن الله يقضي له حاجته. ابدأ بالله، أول شيء ابدأ بالله. قال الله تعالى وأيوب مرض 17 سنة، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، 17 سنة وأنت أرحم الراحمين، مسني الضر كلمتين وأنت أرحم الراحمين. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى مشان يذكرك أنه الله بيفرج عنك. الله فرج عن سيدنا أيوب، فرج عن سيدنا يونس. سيدنا يونس وين كان؟ هرب من البلد. سيدنا يونس القصة تبعه دعا قومه 60 سنة عم يدعيهم فلم يؤمن منهم واحد، 60 سنة بالبلد صباح ومساء عم يدعي ولا واحد، فشو بده يعمل فيهم؟ تركهم وطلع، تركهم وهرب. مأمورية، مأزوم من الله، ادعي. هي 60 سنة تركهم طلع، بده يروح لبلد تاني يدعي، ركب الشرطورة نص البحر وقفت الشرطورة. فالقبطان قال يا جماعة أنا الشرطورة تبعي ما بتوقف إلا إذا في عبد هربان من سيده، فالعبد ممكن اللي هربان يشرف ينزل، أحسن ما نغرق كلنا، واحد أحسن ما نغرق كلنا. مين عبد؟ ما في عبد. طلعوا يونس، يونس أتقى إنسان في البلد وأصدق إنسان، يعني يونس صالح، يعني عملوا قرعة، عملوا قرعة، القرعة جابوا الأوراق شقفوهم كل شقفة يعني قد إصبعتين، كتبوا على ورقة واحدة فيهم، كتبوا عليها والبقية كلهم فاضيين، خلطوا هالأوراق كلهم بين بعضهم، كل واحد يسحب ورقة، كل واحد سحب ورقة الفاضية إلا يونس طلعت بيده الورقة المكتوبة. هي صدفة؟ ما في صدفة. هذا يونس صالح، ما أعوذ بالله، عيدوها، عادوها مرة ثانية، طلعت الورقة المكتوبة بإيد يونس. غلط، خربطوهم، خربطوا الورقة. مرة ثالثة طلعت المكتوبة بإيد يونس، ما في غيرها. شرف يا جماعة نص البحر ما عاد مشيت الشطورة، الموج تقلل. نزل ما نزل حملوه، لحشوا بالبحر. الله أوحى إلى الحوت أن يبتلعه،
وإياك أن تخدشه خدشا، لا تجرحه ولا جرح بسيط. بلع تبدعه فرعه، بلعه دخل لبطنه شاف حاله جوا ما في شيء، ظلمة وين؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك أنه ما بتظلم حدا، إني كنت من الظالمين، أنا ظالم لنفسي سبحانك. فأوحى الله إلى الحوت نطالعه، طالعه طول، راح الحوت إلى شط البحر وأن طالعه نتأه طلع لبرا مهري الأواعي وبدنه ما فيه مثل اللية صاير. فأنبت له شجرة يقطين قدامه، شجرة اليقطين وراءه بيطلع، بيطلع كبير وخشن، الدبان ما يهدي عليه، إذا هدنا على الورقة ما بتحسن الدبان بتهرب. فحفظه أنه إذ أبقى إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحضين، عمل السهام يعني شو سميها القرعة، عمل القرعة فطلعت عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله عم يدلك شلون عم يستجيب. زكريا يا رب بدي ولد، بدي وليا، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قديش عمرك؟ 108 سنين أو 109 سنين. مرتك عمرها 80، ليه بدها تجيب ولاد؟ أعطاها الدورة ممكن؟ إيه. زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له، بحط له يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. يا سبحان الله، الله عم يحكي لنا قصص الأنبياء. مش أنا، أنت ثق بالله وادعي، إذا وقعت أنت في ضرر ادعي والله عز وجل يشفيك ويذهب عنك المرض. أما الدكتور، دخيلك يا دكتور، دخيلك يا دكتور، آخ يا دكتور، يا دكتور يا دكتور، قول يا الله أما تقول يا دكتور. الدكتور ما بيشفي، الشافي هو الله والمعافي هو الله. الله قال وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. الشفاء بيد الله، ما بملكه، ما بملكه الإنسان. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام مريض، فالنبي وضع يده عليه وقال اذهب البأس رب الناس، اذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فقام المريض ولا مرض فيه. الصحابة يا رسول الله الدعاء ندعي فيه على المرضى؟ قال ما دعي به على مريض إلا شفاه الله. في ناس مساكين من ضعف إيمانهم، ضعف عقلهم، بيروحوا لعند الدجالين المشعوذين، هذا مشان يكتب له حجاب، وهذا مشان يكتب له كذا، وهذا بيروحوا لعند. غالبا يلي تزوجت وما جابت أولاد، تروح لعندها، تروح لعندها، كلهم دجالين. الله عز وجل قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، بيد الله يعطي هذا ويعطي هذا، إنه عليم عليم قدير. سيدنا زكريا ما في أولاد ومرته كبيرة، فالله قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له، هي جواب البقية، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى
وأصلحنا له زوجة. أصلحنا صالحة للخدمة وصالحة للولاد، وأصلحنا له زوجة. يا سبحان الله، نحن هلا وقعنا في مصيبة بالبلد، عشان كلكم تنتبهوا المسلمين شو صار فيهم من قلة العلم وقلة اتباع العالم، شو صار بالأمة. وقع الناس الآن في شيء، بيتقدم شاب لخطبة، بده هالفتاة بده يخطب الفتنة، شاف فيها ما يسره أو يعجبه، بتخاف البنت أنه يروح يشوف غيرها، قالت شافته وتعلقت فيه بدها إياه له حتى ما تروح عند غيرها. بيقولوا لها في الحجة الفلانية تكتب لك حجاب، الحجة الفلانية أو الشيخ الفلاني، تعطيه اسمها واسم أمها، بربط اسم جوزها، بيربط بينها وبين جوزها مشان يقلب بيناتهم. راحت لعند مش عاوز هذا، ما سألت الله، راحت لعند بيتركها ويروح لعند غيرها. يا أخي والله ما في إلا بيجوا خطابين بيروحوا ما بيرجعوا، ما بيرجعوا، كأنه أنت تعلقتي فيه ما تعلقتي بالله. البنت لازم كل يوم بسجودة تقول اللهم هيئ لي زوجا صالحا تقيا مؤمنا من فضلك. والشاب لما بيصلي اللهم هيئ لي زوجة تقية صالحة غنية مؤمنة، ما في مانع. في مذهب الإمام الشافعي لو بالصلاة قال اللهم هيئ لي فتاة عمرها 18 سنة رقيقة الشفتين صغيرة الأنف كبيرة العينين دقيقة الأذنين صحتها كذا، ما في مانع صلاتك صحيحة، ما بتبطل صلاته. اطلب من الله كل شيء ولو فصل معلش. هذا يا ابني لما عم تطلب عم تطلب من الله ما عم تطلب من غيره. فلما عم يروح يخطب حط الثقة فيه انه رح يرجع، بيروح ما بعد يرجع. اما لو كان ثقة بالله الله بيرده وبيتزوجها. فجل جلال الله. سبحان الله. في قصة كمان جميلة، بعض الصالحين رضي الله عنهم قال مكثت أنا ومن عندي نولاد وزوجته ثلاثا لم نطعم طعاما، ثلاثة أيام بلا أكل. فخرجت إلي ابنتي الصغيرة، بنت صغيرة إجت فقالت يا أبتي الجوع، جوعانة. قال فأتيت الميضة فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين ومددت يدي لأدعو، بدأ يدعي توضأ وصلى. قال فأنسيت ما كنت أحسنه من الدعاء، نسي الدعاء، شو بدأ يدعي ما بيعني بلا أكل. فقلت اللهم إن كنت حرمتني الرزق فلا تحرمني من الدعاء. فألهمت لما دعا الدعوة الله ألهمه، قال أنقل اللهم خشعت الأصوات لك وضاقت الأشياء دونك وهاب كل شيء منك إليك، ما في غيرك نلجأ له، وتوكل كل مؤمن عليك، فأنت الرفيع في جلالك وأنت البهي في جمالك وأنت العلي في قدرك، يا من هو في علوه داني، في علوه قريب منك، وفي دونه عالي
بقربه إليك عالي العظم والقدر وفي سلطانه قوي. صل على محمد وعلى آل محمد وافتح علي منك رزقي، لا تجعل علي فيه منا، ما حدا يمن علي بالرزق. قال ثم انصرفت، طلع من البيت هرب. فقامت ابنتي إلي، ليه طلعني بابا شمين اسمك من الجوع؟ قالت لو اجى عمي بهالصر هي، اعطانا هالصر وراح. فتح الصر واز كلياتها مال دراهم ودنانير وجمل محمول عليه كل شيء فيه بالسوق، جمل محمل وصرة مصاري. وقال اقرأوا اخي السلام، سلموا لي عليه، وقول له إذا احتجت إلى شيء فادعوا بهذا الدعاء. الدعاء اللي دعيت فيه أدعي فيه دائما. أجا الملك بصورة عمه، قال والله ما كان لي أخ. ما له أخ، ومنه مين الأخ اللي إجا؟ ولا أعرف من كان هذا القائل. فمين الله بعته؟ اجا ملك بجمال معبى من الخضرة والمال كمان. في أكثر من ذلك، سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وقع هو وستنا فاطمة والحسن والحسين بيجوا، جاءوا استحوا يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، صهروا استحوا يطلب منه. ماشي في الطريق سيدنا علي بده يدور له على شغل، اشتغل عند يهودي يطالع له مي من البير كل دلو تمرة، فكان يطالع من البير كل دلو تمرة عند يهودي. فماشي بالطريق شاف واحد معه جمل، قال له تشتري مني يا أبو الحسن؟ يا أبو الحسن ما في معه شيء. قال له ما في معي. قال له دينك يا إلى أجل لشهر شهرين. إيه قال له بشتري. قديش حقه؟ قال له بستين دينار. ستين ليرة يسوى 6000؟ قال له اشتريت 60 دينار أخذه. قال له إلى شهرين. قال له إلى شهرين. ماشي شوي وأزواج بقول له بتبيع يا أبا الحسن؟ بتبيع؟ قال له ببيع. قديش بدك فيه؟ قال له اشتريته ب600، اشتريته ب60، بربح عليه 5، 65. قال له لا، أنا أشتريه منك ب6000. 6000. ايه بعته. اخذ 6000 باعه، اشتراه ب60، باعه بقد ايه؟ 6000. راح اشترى ضاعه، اشترى ضاعه، اشترى، اجى على البيت شاف النبي قاعد بالبيت عم يضحك. اضحك الله سنك يا رسول الله، شو اللي عم يضحكك؟ قال له يا ابا الحسن اتدري من باعك ومن اشترى منك؟ شو عرف النبي؟ تعرف مين اللي باعك؟ قالوا أما الذي باعك فميكائيل، وأما الذي اشترى منك فجبرائيل. فميكائيل باعك ب60، وجبريل اشترى منك ب6000. قالوا والله يا رسول الله كان زاري بقى ليه 60 و6000؟ أنه سيدنا علي رضي الله عنه من الجوع قالت له ستنا فاطمة خذ جاكيتي بيعه. أخذ جاكيته نزع على السوق باعه ب6 دراهم، باعه ب6 ليرات. بده نجيب أكل، وإذا واحد فقير نقول فقير يا أمة محمد أطعموني، فقير أنا بحاجة، فأعطاه 6 دراهم.
باع جاكيت فاطمة، جاكيت مرته باعه مشان يجيبوا أكل، أعطاه للفقير. فنزل سيدنا ميكائيل باعه الجبل، الجمل 60. أجا سيدنا جبريل اشترى منه 6000. خذت كل درهم بقديش؟ ب1000. إمتى بده يوفيهم؟ ما لا في وفاء ولا شيء. أتدري من باعك ومن اشترى منك؟ أما الذي باعك فميكائيل، وأما الذي اشترى منك فجبرائيل. وهذا عطاء الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.